السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت اكسل 2016. في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض مهارة جديدة من مهارات الاكسل. المهارة اللي هنتعلمها النهاردة هتعلمنا ازاي نقدر نمسح الصفوف والأعمدة الفاضية بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا. يعني انا مثلا هنا عندي جدول، الجدول دوت فيه بيانات وفي صفوف في الجدول ده فاضية ما فيهاش اي بيانات زي كده، وفي أعمدة برضو فاضية. ازاي انا اقدر امسح البيانات دي؟ طبعا الطريقة الطبيعية او اللي احنا بنعملها العادية، بنيجي ندوس على الصف اللي هو الفاضي دوت ونعمل له ديليت، ونخش على كل صف ونعمل الكلام دوت. بس الطريقة دي طبعا هتاخد معانا وقت، خصوصا لو الجدول كبير. المهارة اللي هنتعلمها النهاردة هتخلينا نعمل الكلام دوت في خطوة بسيطة. تعالوا نشوفها مع بعض. هنعمل ايه؟ اول حاجة هنعلم على الجدول بتاعنا كله، هنيجي نظلل عليه كله كده بالطريقة ديت، وبعد كده هنخش من قائمة هوم هنفتح الفايند اند سيلكت، هنفتحها بالطريقة دي كده، وهنخش على جو تو سبيشال. مجرد ان انا اضغط عليها تفتح لي النافذة ديت. من النافذة ديت هنختار منها كونستانتس. الكونستانتس ديت هنا بقول له علم لي على او ظلل لي على الخلايا اللي موجود فيها بيانات، وهنضغط هنا اوكي. عمل ايه هنا؟ ظلل جميع الخلايا اللي موجود فيها بيانات وساب البيانات الخلايا اللي هي الفاضية. طيب بعد ما ظللت وعلمت عليهم كده كلهم هنعمل ايه؟ هنخش على الفورمات هنا ونعمل اخفاء للخلايا ديت. هندوس هنا هايد، هايد روز، نضغط عليها كده. عمل ايه؟ خفى جميع الخلايا اللي فيها داتا وساب لي الخلايا اللي هي فاضية. طيب نقدر بقى نمسح بقى الخلايا الفاضية ديت او الصفوف الفاضية ديت. طب انا لو علمت عليها كده ودوست ديليت عادي هيمسح الخلايا الفاضية اللي قدامي دي والخلايا اللي هي مخفية، هيمسح كله. طيب انا مش عايز كده، انا عايزه يمسح لي الخلايا اللي هي اللي ظاهرة قدامي دي بس. يبقى هنخش على الفايند اند سيلكت برضو، وهنخش على جو تو سبيشال، وهنا من النافذة دي هختار منها فيزيبل سيلز اونلي. يعني هنا بقول له اظهر لي او علم لي على الخلايا اللي ظاهرة قدامي بس. وبعد كده هندوس اوكي، اعملها لي بالطريقة ديت. بعد كده هنخش هنا على ديليت ونحذف الخلايا كلها. طيب الخلايا اللي هي انا كنت خافيها هنظهرها ازاي؟ هنيجي هنا نعلم كده على كام صف كده من قدام، وبعد كده ندوس كليك اليمين، وهنخش هنا على اخر اختيار معانا انهايد، نضغط عليه ظهر لي البيانات اللي هي كانت مخفية. يبقى احنا كده ايه؟ عملنا ازالة للصفوف الفارغة كلها. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ازالة للاعمدة الفارغة برضو، بدل ما كل شوية اخش على واحدة واحدة واعمل لها ديليت، هيبقى نفس الطريقة. هعلم على الجدول كله كده بالطريقة ديت، وبعد كده هخش على فايند اند سيلكت وجو تو سبيشال، ومن دي ومن النافذة دي هختار منها بلانكس. هنعلم على بلانكس كده وندوس اوكي. هو كده علم لي على ايه؟ على الأعمدة الفارغة كلها. طيب هنعمل بعد كده ايه؟ هنيجي هندوس هنا ديليت، يبقى كده مسح الأعمدة ومسحنا الصفوف بطريقة سهلة، بدل ما نخش على صف صف أو عمود عمود نقعد نعمل له إزالة، هو عملها لنا بطريقة سهلة. طيب لو أنا عندي جدول زي دوت وعايز أعمل فيه فراغات، يعني مثلا عايز عندي العكس بقى، إحنا كنا بنزيل الفراغات، أنا في الجدول ده عايز أعمل فراغات، عايز أعمل بين كل صف وصف صف يبقى فارغ، بحيث ان انا احط ايه في ملحوظة. يعني عايز اعمل كده يبقى الصف ده كده فاضي، وعايز اعمل ده كده يبقى الصف ده كده برضو فاضي. هل هقعد اعمل كده في كل صف كده؟ طبعا هياخد مني وقت. لا. طب هل في طريقة اسهل؟ هنرجع كده.
طبعا في طريقة اسهل. احنا كل اللي هنعمله هنشغل مخنا بس على الاكسل. هنعمل ايه؟ هنيجي هنعمل تسلسل كده في اي عمود فاضي. هنعمل تسلسل العادي بتاعنا على قد الجدول بالظبط. احنا كده عملنا ايه؟ تسلسل. طيب بعد ما عملنا تسلسل هنعمل ايه تاني؟ هناخد التسلسل ده كده كوبي، وهنيجي على اخره، اخر التسلسل ده كده، وهنعمل له بيست، هنكرره تاني يعني. يبقى احنا هنا عملنا ايه؟ من 1 لـ18، وكررناه تاني من 1 لـ18. طب انا عملت العملية دي كده ليه؟ لو بصينا هنا هنلاقي رقم 1 فيه قصاده ايه؟ بيانات، ورقم 1 اللي تحت دي مفيش قصاده بيانات. فانا لما اجي اسلسل الارقام دي اعمل لها فلتر واخليها من الصغير للكبير مثلا، هيبقى هنا 1 و1، هيبقى 1 فيه بيانات و1 مفيهوش بيانات. تعالوا نشوف معانا بالظبط احنا عايزين الفكرة في ايه. هنيجي نعمل هنا فلتر. بعد ما عملنا الفلتر هنيجي هنا هنرتب بقى الارقام اللي احنا عملناها ديت كده من الصغير للكبير. هنعمل سورت هنا في اول واحدة، عمل لنا رتب لنا ارقام من الصغير للكبير، 1 هنا فيها بيانات و1 ما فيهاش بيانات. يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا الفراغات اللي احنا عايزينها. هنيجي بقى على العمود ده، خلاص احنا مش محتاجينه، هنعمل له ديليت، وهنشيل بقى الفلتر اللي احنا كنا عاملينه. يبقى احنا ايه؟ بدل ما نقعد نعمل انسيرت لكل خليه لكل صف، لا احنا عملناهم كلهم مره واحده بالطريقه دي. وبكده يكون موضوع حلقتنا النهارده خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا ريت تدعموني بلايك، وانتظروني في حلقات قادمه. واللي بيشوفني لاول مره يعمل اشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سرنا بعون الله، منهاجنا تقوى. سرنا